مو الكل. فالكل سؤال شخص، وإن شاء الله أنها بتفيد كل شخص فيكم. أعطونا المتسابقة الثالث يا كنترول، موسى الفيفي. مرحبا يا موسى. يا عرطوا عرطوا، تعال 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 من هنا الجاي. مرحبا يا موسى. مرحبا مرحبا يا هلا. كيف الحال؟ خير يا مرحبا. علومك؟ الله يبقيك. من وين الجاي؟ من فيفا. لا لا، الحين الحين عارف من فيفا؟ ايه هالحين؟ الله تسمع يا ابو سلطان؟ لا امزح امزح امزح. ها امزح. ها منين جاي؟ شربت مويه وجيت. فيه ما؟ اي ما شفته؟ لا مفتوح. اي ما في مشكله. اعطونا السؤال الثالث لموسى وان شاء الله انه جاهز. السؤال الثالث احس انه سهل بالنسبه لك. اكيد. لانه علم والاعلام اغلبنا عارف اغلبها. اعطونا السؤال الثالث يا كنترول، ما اسم هذا العلم او هذا العلم لاي دوله؟ علم ليبيا، علم جيبوتي، علم أوزبكستان. والإجابة سهلة مرة، ليبيا، جيبوتي، أوزبكستان. في أحد منكم عرف العلم هذا؟ شفت كثير كثير عرفوه. ليبيا. متأكد؟ متأكد يا موسى؟ أتوقع. توقع؟ عندك ثلاث توقعات. أول واحدة قلنا إن شاء الله فيها خير. يعني ثبت على ليبيا؟ أيه. ثبت ثبت لي على ليبيا كنترول. ليش اخترت ليبيا؟ بعدين ليبيا بلد عربي مستحيل ما تعرف العالم حقه. الفال في الأول. كيف؟ الأول. وش الأول؟ أنت واضح أن حق قال لك كذا رقم واحد واحد وأنت اخترت. لا لا والله. بس ما عندك سبب مقنع. ليبيا ما تعرف علم ليبيا؟ الأخضر وكذا يدل على. إيه بس أنت عارف عالم ليبيا ايش؟ لا عشان كذا اخترت ليبيا. اكيد اجابه صحيحه. كيف اجابه صحيحه؟ هذا انت عربي وليبيا بلد عربي، المفروض انك تعرف عالم ليبيا يعني بسرعه لانك عرفته صح. تستاهل اجابه صحيحه. ليبيا اول او ثاني 100 نقطه منك ولك. تسلم. تستاهل يا حبيبي. اعطوني المتسابق الرابع واللي هو